بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم بداية الكون ونهايته، قصة نوح عليه السلام. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. مرت أعوام على موت سيدنا آدم عليه السلام، وتغيرت في الأرض أشياء كثيرة. عاد العصيان إلى الظهور مرة ثانية، وكان البشر في حاجة إلى رسول يعيدهم إلى سواء السبيل. وقد ولد سيدنا نوح عليه السلام بعد وفاة آدم 126 سنة فيما ذكره ابن جرير، وعاش سيدنا نوح 1000 سنة إلا 50 عاما، وقيل إن هذه السنين هي مدة رسالته. كان سيدنا نوح إذا استيقظ أو نام أو شرب أو أكل أو لبس ملابسه أو خرج أو دخل يشكر الله ويحمده ويذكر نعمته عليه. ولهذا قال الله تعالى عن نوح: إنه كان عبدا شكورا. اختاره الله سبحانه وتعالى عبده الشاكر، وأرسله نبيا إلى قومه. خرج نوح عليه السلام على قومه وبدأ دعوته: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ظل سيدنا نوح عليه السلام يدعو قومه إلى عبادة الله. لم يلق نبي من الأذى مثل ما لقي سيدنا نوح عليه السلام من طول مدة إقامته وهو يدعو قومه إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وكان قومه أشد عليه من الأمم السابقة واللاحقة، كانوا أظلم الناس وأكثرهم تمردا وكفرا وعصيانا. كذبه قومه وقالوا: إنه مجنون ويقول ما لا يعقل ولا يؤمن به عاقل. وانهالوا عليه بالسب واللعن والتخويف وتشديد الوعيد. فقال نوح عليه السلام: يا رب إني ضعيف لا أستطيع مقاومة هؤلاء، فانتقم منهم وانتصر لدينك. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ولكنه لم يجبرهم على الإيمان برسالته وهم كارهون. ولما يئس نوح عليه السلام من صلاحهم وفلاحهم ورأى أنهم لا خير فيهم، وتواصوا إلى أذيته ومخالفته وتكذيبه بكل طريق من أفعال وأقوال، دعا عليهم دعوة غضب فلبى الله دعوته وأجاب طلبه. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. مرت الأعوام ونوح يدعو قومه، وكلما دعاهم إلى الله فروا منه، وكلما دعاهم ليغفر الله لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستكبروا عن سماع الحق، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. حزن نوح على قومه حزنا شديدا. وجاء يوم أوحى الله إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، وأوحى الله إليه ألا يحزن عليهم، وأمره أن يصنع فلكا سفينة كبيرة. قال رب انصرني بما كذبون. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا. أخبره الله تعالى أنه سيصنع هذه السفينة بعلم الله وتعليمه وعلى مرأى منه وطبقا لتوجيهاته ومساعدة الملائكة. وبدأ نوح يغرس الشجر ويزرعه ليصنع منه السفينة. انتظر لسنوات ثم قطع ما زرعه وبدأ نجارته. بدأ سيدنا نوح يبني السفينة، ويمر عليه الكفار
فيرونه منهمكا في صنع السفينة فيسخرون منه لعدم وجود أنهار قريبة أو بحار، ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. انتهى سيدنا نوح من صنع السفينة وجلس ينتظر أمر الله. أوحى الله إليه أنه إذا فار التنور كان هذا علامة على بدء الطوفان، وأمره سبحانه أن يحمل في السفينة من كل حيوان وطين ووحش زوجين اثنين. وبدأ الصعود إلى السفينة، وصعد من آمن بنوح وكان عدد المؤمنين قليلا، حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل. لم تكن زوجة نوح مؤمنة به فلم تصعد، وكانت أغلبية الناس غير مؤمنة هي الأخرى فلم تصعد إلى السفينة. ارتفعت المياه من فتحات الأرض، ولم تبق هناك فتحة في الأرض إلا وخرج منها الماء، وانهمرت من السماء أمطار غزيرة بكميات لم ترى مثلها الأرض من قبل. ارتفعت المياه أعلى من الناس، تجاوزت قمم الأشجار وقمم الجبال وغطت سطح الأرض كله. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وفي بداية الطوفان نادى نوح ابنه قبل سير السفينة وقال له اركب معنا ولا تهلك نفسك بالغرق فتغرق مع الكافرين، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال الابن سوف أصعد على رأس الجبل أتحصن به، ظنا منه أن الماء لن يصل إلى قمم الجبال. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. وعاد نوح يقول له، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. شاءت رحمة الله تعالى أن يغرق الابن بعيدا عن عين الأب رحمة منه بالأب كي لا يشاهد مصرع ابنه. واستمر الطوفان، وكانت كل عين تطرف على الأرض قد هلكت غرقا، لم يعد باقيا من الحياة والأحياء غير السفينة التي تحمل المؤمنين. واستمر الطوفان زمنا لا نعرف مقداره، ثم أمر الله سبحانه وتعالى السماء أن تمسك عن المطر، وإلى الأرض أن تستقر وتبتلع الماء، وأمر السفينة أن ترسو على الجودي، ويقال إنه جبل في العراق، ويقال إنه جبل في تركيا، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. بعد ذلك أمر الله نوحا عليه السلام أن يهبط من السفينة محاطا ببركة الله ورعايته. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك.